لي العنوان بياض الثلج من روائع القصص العربية. إذن سوف نقوم بقراءة هذه القصة الجميلة. في إحدى البلاد كان هناك ملك يشعر ببعض الحزن لأن زوجته الملكة لم تنجب له أطفالا. كانت الملكة تشعر بحزن زوجها، فتمنت أن تنجب فتاة ذات بشرة بيضاء كالثلج ووجه أحمر كالورد وشعر أسود كالليل، وظلت تدعو الله أن يحقق ما تتمناه هي وزوجها. ومع مرور الأيام رزقت الملكة بأميرة بيضاء تتمتع بجمال لا حد له، فأطلق عليها والدها اسم بياض الثلج. توفيت الملكة بعد مولد ابنتها بقليل، فتزوج الملك بعد فترة من ملكة جديدة. كانت تكره الأميرة الصغيرة وتفكر دائما في شيء واحد، وهو التخلص من بياض الثلج. كان معاد الملكة مرآة سحرية، وكلما تسألها من أجمل سيدة في البلاد؟ كان رد المرآة أنت أجملهن جميعا، ولكن بياض الثلج هي الأجمل منك. فكانت الملكة تغضب كثيرا كلما سمعت نفس الإجابة، وكرهها يزيد للأميرة الصغيرة. وذات يوم أعطت الملكة لصياد بعض الأموال وأمرته بأن يأخذ بياض الثلج إلى الغابة ويقتلها هناك. أخذ الصياد بياض الثلج إلى الغابة، ولكن قلبه رق لبياض الثلج بعدما توسلت إليه كثيرا كي لا يقتلها، وقرر تركها في الغابة. مشت بياض الثلج بالغابة حتى دخلت كوخا كان لسبعة من الأقزام، فقامت بتنظيفه. وعندما عاد الأقزام للكوخ حكت لهم بياض الثلج قصتها، فتعاطفوا معها. وبعد أيام علمت الملكة من مرآتها السحرية أن بياض الثلج على قيد الحياة وتعيش في كوخ بالقرب من الغابة. فذهبت الملكة متنكرة في هيئة امرأة عجوز، وأعطت بياض الثلج تفاحة مسمومة. فقدمت بياض الثلج قضمة من التفاحة دون أن تبتلعها. شعرت بياض الثلج بعدها بضيق شديد في حلقها، وسقطت على الأرض وغابت عن الوعي. ظن الأقزام بأن بياض الثلج قد ماتت، فحزنوا حزنا شديدا، ثم وضعوها في تابوت مصنوع من الزجاج. وكان كل يوم يتبادل أحدهم حراستها في يقظة تامة. من أمام الكوخ أمير ورأى بياض الثلج داخل التابوت. مر من أمام الكوخ أمير ورأى بياض الثلج داخل التابوت، فأعجب بجمالها وأخذ التابوت بعد موافقة الأقزام، وحمل حراس الأمير التابوت وتعثروا في الطريق، فاهتز التابوت وخرجت من فم بياض الثلج قطعة التفاح المسمومة، وأفاقت من غيبوبتها وتحدثت ببعض الكلمات. فرح الأمير وفرح الأقزام السبعة، وأخبروا بياض الثلج بكل ما حدث لها، ثم وافقت على زواجها من الأمير الذي أقام حفل زفاف كبير حضرته زوجة أبيها، والتي ماتت على الفور.
بعدما فوجئت بأن بياض الثلج على قيد الحياة وزوجة للأمير. نهاية القصة. إذن أطفالي، اليوم قرأت لكم قصة بياض الثلج. أتمنى أن تكون القصة أعجبتكم. كما ترون فلدي قصص كثيرة، سوف أقرأ لكم كل يوم قصة. إذن أقول لكم مع السلامة.